الشوط والتوقيت الأفضل، فتهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أسعد الله مساكم وأوقاتكم بكل خير وبركة. أحييكم في يوم الاثنين الموافق 19 من شهر يناير لعام 2015 في شوط جديد، وشوط السابع الذي ينطلق، والتحديات التي تندفع في مساء هذا اليوم، سابع أشواطها وسابع تحدياتنا في مهرجان الأمير الوالد الكبير. أيها الحفل الكريم، مقدمة الشوط، وهذه شجرة في مقدمة الشوط، شجرة تعود ملكيتها للسيد صالح بن محمد الجحافي في مقدمة الشوط. المركز الثاني يا مشاهدين الأعزاء على الهواء بثا مباشر من قناة الريان، من هنا مشاهدين الكرام اللي من الجانب الآخر، وهذه المنطلقة وهذه المندفعة في هذه اللحظات في مقدمة الشوط، وهذه دمعة مشاهدين الكرام، أو هذه الدكتورة للسيد حمد بن فرج بن هادي المري. المركز الثاني وصلتنا ضجة في هذه اللحظات، ملكيتها تعود لمحمد بن سالم بن سعيد الوهيبي. ننتقل لنتابع اللي تليها بالمركز الثاني، وهذه الشاهينية لسالم بن حبروت بن سلطان الاكتبي على المركز الثاني. شوف يلي بتشوف، وهذه المنطلقة رموز جار الله بن محمد بن حمد بن سالمين المري القادم من هنا، الممثل لميدان الشحانية، المغامر والمنطلق بن سالمين في هذه اللحظات. المركز الثالث، شوفوا شعار البطين الذي يتقدم الذي يتسلل، وهذه العمالة وماركة العمال. يا سلام، العمالة قادمة من عجائب قادمين، باحثين عن الفوز، باحثين عن التتويج. هذا شعار سالم بن حمد بن علي بن حمد البطين المري في مقدمة الشوط. المركز الثاني هذه الدكتورة، واللي الدكتورة حاملة جميع الأدوية كاملة معها لكي تعالج جمهور هذا الشوط. يا سلام، الدكتورة قادمة على المركز الثاني للسيد سالم أو حمد بن فرج بن هادي المري. بينما المركز الثالث رموز ومجموعة رموز ذهبية قوية في ميدان الشحانية، هنا بقيادة جار الله بن محمد بن حمد بن سالمين المري. المركز الرابع قدمنا يا أبو حمد، بنشوف المركز الرابع التي تتقدم في هذه اللحظات، وهذه المنطلقة المندفعة في هذه اللحظات، وهذه مرموقة قادمة لراشد بن جعفر بن سهيل بن مرخان اللي بالمركز الرابع او المركز الرابع ايضا. المركز الخامس اوصلتنا ضجة، واللي الضجة مع ضجة وبتسوي ضجة الفوز ومع ضجة الجماهير المشاهدين لهذا الكرنفال الكبير. ضجة تعود ملكيتها لمحمد بن سالم بن سعيد الوهيبي. يلا يا المتأخر، الخلف الخمس، الاسماء الكبيرة اللي بيشوفها عبر قناة الريان هناك. نعود إلى مقدمة الشوط، وما يفعله البطين وما سوف تفعله العمالة في هذا المساء الجميل الشحاني الأصيل. ماركة البطين المعروفة دائما هي العمالة في مقدمة الشوط لسالم بن حمد البطين الذي دائما يسجل نقطة في المهرجانات، شعار كبير. المركز الثاني رموز، ياهي رموز حمد بن جار الله بن سالمين المري. وفي المركز الثالث هالي دبي قادمين، راشد بن جعفر بن مرخان الاكتبي، مرموقة قادمة أيضا أحد الماركات الكبيرة. المركز الرابع اللي تنضم إليهن سلهودة محمد بن أحمد بن علي بن سلطان السبوسي أيضا قادم من دبي. وفي المركز الخامس وخامس النداء، وديروا بالكم من شقرة أشقر على أشقر، وهناك إلى السلطنة، هناك إلى سلطنة عمان، بهنا بتكليف الجحافي مع أحد ممثلين السلطنة هنا، صالح بن محمد بن حميد الجحافي في المركز الخامس. أعود إلى البطين. يا سلام،
وصلنا المنعطف الأخير، وصلنا 1500 متر، 5 كيلومترات، 5 كيلومترات يا أهالي اللقاية. العمالة ما زالت تسيطر، وما زال أهالي عجايب محتفلين بالفوز، منتصرين بالفوز. ولكن يا البطين، سالم بن حمد البطين يسيطر على الموقف مع العمالة، وفي المركز الثاني سلهودة، وبمشاركة أخوية إماراتية قادمة، أحمد أو محمد بن أحمد بن علي بن سلطان السبوسي، من يشد الرحال ومن يقلع من هنا من ميدان الشحانية، من ينافس العمالة. المركز الثالث راشد بن جعفر بن مرخاب، ولكن يبدو أن الفوز ما بين الثنتين، العمالة وسلهودة. الكل يراقب، الكل يتابع، الكل ينطلق في مساء الشحانية الأصيل في ثالث أيام هذا الكرنفال العرس التراثي. إذن كيلومتر واحد، الكيلو الأخير، الكيلو المثير، الكيلو الخطير، وهذا العرض أمام الجماهير في يوم، يا سلام، في يوم الأفراح، في يوم الأفراح، في يوم المهرجانات الكبيرة. العمالة وما عملته العمالة، سالم بن حمد البطين بدون أي تعليمات، بدون أي كلام، في هذه اللحظات اللي بيركز هنا محمد بن أحمد بن سلطان السبوسي، لكن أصمدي العمالة، أصمدي العمالة في اللحظات القاتلة، في اللحظات السريعة، في اللحظات المحرجة. العمالة إذن غادرت العمالة، أقلعت العمالة إلى المملكة العربية السعودية، هناك إلى المنطقة الشرقية وإلى عجايب ماركة العمال. بالفعل بالفعل بالفعل، وبسملك على 10 يلبطين مع هذه الماركة. سلام يا عجايب سلام، وهذه لحظات الفوز، وهذه العمالة، وهذه العمالة وصلت إلى خط نهاية لكي تسجل اسم البطين مع أسماء الفائزين في أمسية شحانية في مهرجان كبير وأغلى المهرجانات. هذه لحظات الفوز، تهانينا لسالم بن حمد البطين على هذا الفوز في مساء الشحانية الكبير. المركز الثاني، وصلت في المركز الثاني سلهودة لأحمد أو محمد بن أحمد بن سلطان السبوسي. المركز الثالث صالح بن محميد الجحافي. وفي المركز الرابع، وصلت في المركز الرابع الظبي لسيف بن محمد بن خموش العامري. وفي المركز الخامس وصلت مرموقة لراشد بن جعفر بن سهيل بن مرخان الاكتبي. مشاهدين الأعزاء، تهانينا والناموس، وسلام يا البطي سلام، وسلام يا عجايب سلام. وهنا الفوز والانتصار مع سالم بن حمد البطين، وهنا العمال اللي قامت راس وأنهت الشوط راس، والعرض الجميل واللحظات الفوز. والتوقيت الزمني 7:55، 43 جزءا من الثانية. مشكور يا أبو حمد. المركز الثاني، وهذه سلهودة لمحمد بن أحمد بن سلطان السبوسي. توقيتها الزمني 7:58، 80 جزءا من الثانية. أيضا وصلت شقرة على المركز الثالث مع صالح بن محمد بن محميد الجحافي، وتوقيتها الزمني 7:58.86 جزءا من الثانيه.